في صحة الرب صراحة اسمح لي السي احمد، الا كنت فضولي جيت ويا باباش من المشروع غادي ندير بهذا الرابير تبارك الله. انا قلت مع راسي هاد الفليسات اللي خديت اول حاجه غادي ندير بهم غادي نفتح واحد المحل ديال تبقات وواحد المحل ديال تغزات باش عمري بحياتي ما باقي ندير لك هادي. واقول غادي تبلس وتعاود نرجع للبقال والغزار وانت رجعتي للكريدي عاوتاني. شكرا السي احمد على هاد الوليمه. إلى مناسبة أخرى خليكم جالسين معنا مازال الحالة صعبة. إيوا بغيتينا نبقاو بلا عشاء؟ لا يلا سيدي نمشي علينا الطوبيس والطاكسيات غالية وحنا يرموا الضافين على قد الحال. الله يعاونكم تبقاو على خير. تبقاو على خير. شكرا. قول لي السي احمد دابا بهذا الرابين ان شاء الله ناوي دير تبقات ولا غادي الله يهديك السي العربي واش انت متيقت هذيك الهضره اللي قلت؟ عندك شي حاجه ما يدار؟ عندي بحال هذا المشروع. مشروع عندي مشروع ومشروع مهم كيخصو غير شويه ديال الصبر وشويه ديال الفلوس. بحال هذا المشروع؟ البحث عن الكنوز. ما مالك كطير مالك كتنقز على الهضره خلينا نشرح للراجل. اشرح قول لي السي احمد شحال جاك في الرقي؟ 10 مليون ويني راه 5 سنين هذه ولا كنتسنى التبويره ترقية ديال ما عليناش شي دابا دخلتي معنا بهاد 10 ملايين في القريب العاجل ان شاء الله غتولي 2 ملايير. 2 الملايير؟ 2 الملايير معلوم. واش كتضرب نيتكم؟ وحنا حتى كنكذبوا معلوم كنهضروا معاكم. عرفتي اش غدير؟ خلوني نخمم بعد نرد عليكم. خمم. عرفتي اش غدير؟ خمم هاد الليله وغدا في الصباح ان شاء الله نتلاقاو في القهوه ديال البستونيه. حتى هذاك لا سيدي هي اللي ما تعاودش. هو هذا السي احمد. الله على خير. على خير السي. مع السلامه. الله يبارك فيك. مع السلامه. همزه هادي واش مو همزه؟ 2 المليار وهي الدجاجه بكام ونهار؟ اصبح الخير سي احمد. زيد سي احمد تفضل. اصبح الخير عليكم. نهار كبير هذا تفضل. لاباس عليك كيداير؟ لاباس عليك انت بخير؟ وين يا زامي؟ واحد كاس مشحر ديال اتاير السي احمد. لا لا سيدي ناقص السكر عافاك. لا لا سيدي. ايوا شنو قلت يا السي احمد في المشروع اللي تذكرنا فيه؟ فكرتي مزيان ولا مازال؟ اودي انا كوني عفيتوني من هاد الشغل. لا هادشي ديال الكنوزه بان ليا صاحبي واعر وعامر بالمخاطر وانا ما قد على اش واعر السي احمد. واش بغيتي تبقى ديما في الليزيريه والديون عند البقال والكزار وزيد وزيد؟ لا ايه الكنز كله ربح على عارف تتبارك الله عندك السياره وعاجلك الرابل شويه من عندك وشويه من عندنا والله يكمل بخير. ولكن هلا سيدنا اتاي مشحال بارك الله فيك السيد يا زلمي. عرفتي اش غادي يجيكم مليح؟ اليوم ان شاء الله بالليل غادي تجيو لعندي للدار. حتى هذاك لا معقول. يلا سيدنا شربوا اتاي ديالكم ونوضوا نتقعدوا. اسيدي بالنقص من اتاي نوض نوض بسم الله. السلام عليكم. سي عبد بخير اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا سي عبد مرحبا. تبارك الله عليكم راكم جيتوا بموعده. مرحبا تفضل نعمس. زيد يا سيدنا مرحبا بك. تفضل سي احمد الفقيه سي ابراهيم اهلا مرحبا بك. تفضل نعمس. أرونا تاي بخور. بسم الله اللي بابكم تفضلوا خارج. بسم الله يا بسم الله. أنا تلعب تفضل تلعب بسم الله. بسم الله بسم الله. يا سلام يا سلام يا
دابا حنا في الدار الامان ما كاين لا اللي يتصنت لينا ولا يدي خبر ولا يجيب خبر. عارف يا شنو قلتي تدخل معنا المعمعه؟ اخويا انا لا سعفتيني غير عفوني من هادشي. انا هادشي ديال كنوزه قلتو فيه جنون وجنون ما معاهم ملاغه. وانا اخويا صراحه كنخاف من الجنون. ما عندك مناش تخاف، راه حنا كنمشيو مسلحين. صافي هادشي اللي خاصنا، ما قدونا الجنون نزيدو حتى السلاح. سي احمد مسكين باقي خشيم في هاد العرفه. ها مسلحين بالبقيس ابراهيم، الجنون قدامو كيضيرو بحال البرق. شي دابا ملي غنمشيو للدفينة الجنون ما كان غير قردع 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 حتى نخرجوا الأمانة ديالنا. هاكا الله يخليك السي العربي، واحد السؤال غير بيني وبينك، شحال دابا عندك أنت في هاد الحرفة؟ 20 عام. 20 عام شتي كون كنتي خدام في الإدارة كوراك قريب تخرج للانتريت وعمرك طلعتي شي كنيز. أخسر فيها واحد 3 سيارات غير في الطرقان والجبال. ومالك أخويا على هاد الخسارة؟ الله يهديك السي احمد، واش ملي تسمع جماعة جبدات صندوق فيه فوق 150 كيلو ديال الذهب وجوج ياقوتات غتبان لك شي خسارة؟ لا، ياقوتة وحدة باعوها بمليار ونص. مليار ونص؟ أييه. وأنت كنت حاضر معاهم؟ لا، كنحكيو الناس اللي حضروا ليه. ودابا دابا الا بغينا زعما نمشيو لهذا الشيء كيفاش غادي نديرو باش نجبدو داك هذا الشيء اللي كت عندي تقيده فعمرها 650 عام. 650 هاي غير نشوف هاي تلاصو تلاصو والله هذيك تلاصو لا مالا صلا هذيك خلي راه كاين مين هذا الشيء شوف هالسي يا بسم الله ايه إذا وصلت جبال تابودا فاسأل عن ضريح سيدي بوبيا، وإذا وصلت أقصد الجبال الذي يوجد أمامك، وعندما تصعد إلى الجبل انظر إلى يمينك تجد حجرة صفراء مجاورة لشجرة، احسب خطوة واحدة في اتجاه القبلة بين الشجرة والحجرة. تماما. واحفر مكانها تجد صندوقا من الجواهر والياقوت. اها. ودائع بنت الملك نهموش التي كان جدها يعيش في عهد الجاهلية في هذه المنطقة، وعندما تحفر وتجد الأمانة اذبح قطا أبيض بعين زرقاء وعين صفراء. تمام تماما. والعزيمة شبط طبط نطخ تخش اللي عطلة هادشي اللي مكتوب هنا نطخ. ايوا وكنديرو حنا لهاد القط ابيض وعين زرقاء وعين صفراء وهاد جبل تابودا ولا فين جا هادشي؟ جبل تابودا سي احمد جا في النواحي ديال الخنيفرة. هاد الاسم ما بقاش دابا ما كيعرفوش الناس، وانا راه مشيت انا والسي علي وشفنا الامان شفنا الحجرة وشفنا الشجرة العلامات حسبناهم بيدينا درنا خطوة تما كاينة الامانة غادي نمشيو نجبدوها بيدينا ونقسموا داكشي وغنانا الله خصنا غير نتوكلوا على الله وصافي. مزيان وشكون اللي غادي يمشي؟ تمشي انت السي علي وانا والفقيه صافي واحفر ولا جوج. مزيان واش هي خدمتي انا اش غادي ندير؟ الله يهديك السي علي هادشي راه هضرنا فيه انت التمويل والحراسه انت غتبقى حدا السياره بعيد من الجنون باش ملي جبدوا الصندوق لقاوك واقف دخلوا شدوا عندك. انا ما كنعلمك ما عندي علاقه بالجنون. والو انت غير الصندوق وهادشي كيبغي السريه التامه. تبارك الله. راه الا ساق لينا شي حد الخبر مشينا فيها للحبس ما عمرنا ما نطلعوا منه. تمام كي شتي دابا الكنز ديال المخزن اللي خصنا نشدوه ونسلموه للمخزن. ايوا نترفعوا حنا بعدا وعاد نعطيوه للمخزن. وقتاش غادي نمشيو؟ غادي نمشيو سيدي شحال يوم في الشهر؟ اليوم نهار الاول في الشهر. اييه الشهر العربي نهار 13 كتبان القمر. هذاك النهار كيسميوه العلماء ديال الكنوز بحال السي ابراهيم كيسميوها الايام البيض.
فيها كيمكننا نجبدوا الكنوز ونترفحوا ان شاء الله ونقضيوا الغرض. تبارك متفقين متفقين لا متفقين دابا دابا احنا متفقين متفقين متفقين. ورا السي احمد طلع واحد المليون باش يشريوا ها ايه مليون راني غادي نمشي حتى للهند باش نجيبو. انا ما كاينش بخور هنا. المهم انا غادي نكمل الباقي من عندي. السي راه كيطيح غالي الحق كيف والو مادام الربح جاي ها ان شاء الله ان شاء الله والله يوفقنا الله يوفقنا الله يوفقنا الخير ان شاء الله. واخا سيدي واخا الله كتكتب الفيلا وتبرع جبتي لي واحد جوج باكيات من داكشي اللي مخبي عندك. ايوا علاش باغي هاد جوج باكيات عاد؟ بسم الله بسم الله بسم الله ما تحشمش بسم الله. هادشي كيبغي السرعة. هنا بسم الله بسم الله يلا سيد يا كون رجال انا نخبيهم عندي. لا المهم بحال بحال حنا بحال بحال غنمشي حتى للهند. هي دابا موعدنا نهار 13 شهر 13 شهر ان شاء الله. اي والله تبان القمره ان شاء الله ايام البيض ان شاء الله. ايوا دابا خليناك على خير. بسم الله بسم الله سيدي موعدنا نهار 13 ان شاء الله ان شاء الله. اشنا الراجل باقي ما بغيتيش يتسالي عليا من هاد الحفير؟ ما تقوليش مصيبه راه بقى لنا غير مشاتو عينو نتغناو. ايوا غير الزلط والميزيريا راك وصلتينا ليها. الدار ما بقيتيش كتعرفها فين جات خدمتك تلفتيها فين كاينه. حضري حضري بشويه راه الجيران كيسمعوا. راني دبرت على فقيه كيجمد الماء. كيجمد الماء ولا كيجمد الجيوبه؟ عيتيني بقوه الفقه كل نهار فقيه في شكل. شوف العربي راه الا ما خطيتيش راسك مع هاد الخريف البيته والله يفرقنا بلا ذنوب. اويلي على مراك عبيه اويلي كتطلب الطلاق وحنا قربنا نترفحوا. انت 100% 100% ساكنك المانيع شتي هاد الفقيه اللي غندير الدفينه غنجيبو لهنا حتى يسرعك عاد نمشي. قال لك يسرعني ويسرعك انت ان شاء الله اللي ولات خدمتك غير في الليل فين ما كانت شي مقبره راك انت فيها. شكون اللي شكون اللي مجنون انا ولا انت؟ العار الا ما عطيني اخر فرصه راه حملين من الذهب العشاري. لا واحد حملين من السكوبين خو الخاوي. شنو سي عبد الله هذا هو هذا؟ كيف كيف؟ واخا ماشي نفس السمية. لا كيف كيف؟ دخل أدخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي عمدو واش خبارك؟ مرحبا بسي عربي. أهلا وسهلا. تفضل. بغيت نقول لك السي أحمد. نعم. قرب قرب لعندي. نتلاقاو في العشية. مع ثلاثة. ثلاثة نيشان. ثلاثة نيشان. يا كون هاني السي العربي. غادي نكون عندك في الوقت. ما عندكش خليني كنسير. لا ما تخافش. والله حتى أنا كتسال. على خير. الله يتهناكم الله Thank you.
اسمع سبحان الله سبحان الله اش كدير انت هنا؟ ياك انا حارف عليك ما تحيد من الباب يا قوت اجي خرجي هذا علاش لا واحد ياك ما تحلم اش بالنية كنت ناعس معلوم كنتي ناعس وخليني اخويا ناعس اش داك تفيقني شي حلمة جديدة 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 يا خوتي غادي ان شاء الله نتلاقاو في الصباح في القسمة ديال النوار غتلقاني انا وجوج الحفارة جيب معاك السيارة سمعتي ما عندك تنسى غدا الصباح قسمة النوار في السيارة ان شاء الله ما تبت راسك ما عندك خليتك على خير السلام عليك يلا سير ياك انت سيدي كل شيء بخير ادوا الفقير شي بخير هذا سلف خير قرب لعندي قرب ها العالم الشيء راه الحجر راه الشجر اييه تما كاينه الامانه شنو غنديروا دابا سلف خير دابا سيدي خاصك ترش هاد الماء بسم الله وصرف العمار بسم الله هما الاولين العمار على كاين معنا شي وحدين اخرين العمار السي احمد هما السكان ديال الدفينه هما الجنون اللي حارسين الدفينه بسم الله الرحمن باش ما يقرب ليها حتى واحد الفقيه هاد الماء قرا عليه شي بركه نعم نمشي نرش من بعد ساعتين جميع الجنون اللي كاين غيهربوا خويا نمشي معاك نشوف هاد العمليه سرعه هو الاول سامي ولكن عطينا الفقيه التحاصيل تحاصيل شنو هادشي عاوتاني مسكين السي احمد باقي غشيم في هاد الحرفه التحصين ضروري كيكتبوا الفقيه فيه بحال الجدول ضد الجن باش ما يقيسناش بالحق ما تعملوا معاك حتى تكون على وضو باش ما يبطلش انا كنصلي انا كنصلي انا ديما على وضو ايوا صاحب قال سيادنا تكلوا على الله بسم الله بسم الله يلاه يلاه الله يعاونكم احنا هنا هانت السي احمد زيد تقرب ها العلامه هنا وعلى حساب التقيده كاينه خطوه انا غنعبر لك خطوه ها الامانه دابا انا غنرش المنطقه كامله اها ودابا كحز لي بعد لي هنا زيد السي احمد زيد انا رشيت غير كون هاني شتي دابا هاد العمليه اللي عمل ديال الماء من هنا ساعتين ما يبقاش شي جن كيدور بالمنطقه غير بهاد الماء هاد الماء غتشوف عجاب العجاب شتي دابا هاد الماء والدائره اللي غادي يرسم الفقيه اللي قرب مشى اين دائره الدائره سيدي كيرسمها الفقيه قبل الحفير دائره هكا وكيدير لنا الباب منين ندخلوا عندك سيدي الدائره والتحصين والماء بحال سادين علينا في قرعه اللي قرب مشى وياك وياك تهضر اثناء العمليه والفقيه عارف اللي خاصو ما خاصوش يهضر معلوم عارف الفقيه هادشي كله ممنوع الهضره وممنوع الكلام وعندك قضيه اخرى عاوتاني ملي تكون الدفينه خارجه راه يمكن يخرجك شي مانع في صفه الفعه ولا في صفه حنش ويمكن يبان لك جاي كاميو كاع كاميو عامر وغادي يخرج فيك خليه يخرج فيك
ما غيخرج غير يقرب لك يمشي. ايوا ولا هدرت ولا تخلعت ولا ايوا فلستي كل شيء. انت غير ركبك الماني غادي تسكن وحنا نخرجوا بيدينا خاويين. فهمتي دابا مزيان؟ فهمت. يلا نتوكلوا على الله نعلمهم بلي رشينا. زيدوا الله. صافي سيدي رشيتو مزيان؟ المنطقة كاملة رشيتها حتى محل ما خليته. واخا شوف دابا سيدي مبارك غادي تحفر. واخا بخير. عليه البالا. ما عندي ما نقول. وانت غادي تكلف البخور دوزو حدايا سي أحمد. نعم. حراسة حدا الطوموبيل. واخا. غتحل الكوفر وتبقى موجود. نبقى حدا الطوموبيل أنا. الله فلت من السكوت. دابا يمكن لي نهضر. إلا بغيت نهضر مع راسي زعما. ما كاين حتى شي مشكل بشرط. أنك تبقى على وضوء. أنا ديما على وضوء أنا كنصلي. هو سيدي دابا عرفتي اش غنديرو؟ نمشيو حتى الليل ونرجعو نديرو خدمتنا. يلا 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 سيدي الله يرحمك. أمانة هي هذه هالحشرة هالشجرة خصنا نحسبوا خطوة. سي أحمد حسب حسب خطوة فين اتجاه 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 الشجرة هاك. سي أحمد اش كدير هنا؟ واش كندير هنا؟ يا قلنا لك حدي الطوموبيل وحل الكوفر باش نجبدوا الأمانة ندخلوها فيها. وشكون اللي عطي فلوس وفات شي؟ أنت اللي عطي سير حدي باش نجبدوا الصندوق ونجيبوه لك. ها هو الأول سير اجي هنا سير 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 أنت جيب الخور سير واخا سير يلا طلق هاي يا نعمس كل انت مو غير كل 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 داخل كل داخل دخلنا خلص دائرة سيد انت هو شوف حط هنا حط هنا حط هنا كل 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 داخل اجي اجي بسم الله سير بس ليه سير ليه سير ليه تخرس نطلق البخور نعم يلا يا بسم الله يلا سيدنا تكلوا على الله ولكن شوية تسكت خدمة وسكوت تا واحد ما يهدر السلام عليكم. وعليكم السلام. الله. ايوا عاودوا لنا صاحبي. بقي ياك لاباس. يالله بدا كيبان الصندوق والجل ما نعاود الحرام سرسر. سرسر؟ ياك سمعتو سرسر. سمعت الجل انا كيسرسر سرسر. سمعنا. والعزيمه ديال الجل اللي كيسرسر انا ما عنديش. سرسر؟ الله يهديك البقي. هذيك راه غير المقاله ديال السرسر ديالي. جبتها باش نعرف الوقت. ياك السي الفقي قلتي لي بلي انت مصعب مع الجنون وما كتخافش منهم واللي بان بابا غطيرو. هي حتى انا مناسب معاهم. ايوا صافي بركه خليو الراجل يتنفس. دخلنا عليك والله اللي جايب المكنه السرسال. عندك الحق هذا السابوتاج هذا. اي السابوتاج شحال في الساعه دابا شحال؟
الربعة الصباح هذا هي ما بقى رجع الفقي غيدركنا الصباح خلوها تال مرة أخرى ونوضو التهزو إلا خلوها تال مرة أخرى شتي السي العربي أنا هاد الفقيرة ما تيقش فيه الرجل غير سمع السرسر وهرب قال من الله كون خرجت ليه شي حاجة أخرى بدأ باش من المعمل الله يهديك السي هادشي راه ديما كيوقع هادي هي الحرفة هاكا دايرة راه غير أما كيجيك من رفقيه ما فهمتو شي ولا كيقولك هاد البلاصة راه ماشي هي غلطنا فيها ولا كيقولك خصني البخور تعطيني الفلوس البخور يزيد لك بيهم أو 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 إيوا نحبسو بما أن حنا كنبغاو كل مرة خصنا نخلصو ها الفقيه ها الحفار ها السيارة ها تمارة ها بوكلي بكحل أنت دابا عاد بديتي وتقلقتي ما 20 عام هادي وأنا كندفع وأنا عمري تحت في شي حفرة صحيحة تمنيت غير شي حفرة يخرج منها غير جني صغيور ما بغيت كنز انا نشوف غير شي جن عرفتي العربي وحق الله العظيم انا هادشي راه كيجيني بحال القصص ديال الف ليله وليله او داكشي ديال سيف بن دنيا زاد شتي يا سي ما باقيش تشوفني دابا تشوفني بقي صحيح وتقيده صحيحه عاد نجي عندك صباح الخير يا سي احمد صباح الخير يا بكري خدمنا ديما سهران شي مشكلة عنده مسكين مسكين؟ الله يجيبك على خير الراجل ديبات عليا لي الحمر كل نهار والقصاير عن الجهد واش اللي كيبات مكسر كيجي مغبر الخدمة ليك ما تيبات البني باش يكمل الشهر علاه كيجي تبنيت بالليل الله يجيبك على خير على هذوك اللي تيبنيو بالفوضى فوقاش تيبنيو ماشي بالليل مسكين سي احمد المنظمة بقات قاده مرتو كتعلق فين تفلق فرقاتو في الديونات انت السر عربي بسم الله الله يعطيك الخير بارك الله فيك بسم الله خذها تيرفقي شفتي حنا ما ضربينا حساب كاع داكشي اللي بغيتي غادي نوجدوه مصاب غير نجبدو شي حاجه تمنيت اودي سيدي الفقيه نشوف غير شي صندوق خارج من تحت الارض واخا يكون فيه غير الكبال والشمع غير نجبدو شي حاجه انا وسي احمد غير نجبدوها صلوا على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا انا ما معايا ملاغه جبت وجبت لو كان ما عرفتكمش مزيان وعملت لكم الخبره كاع ما نجلس معكم الله يجعل فيك الخير والبركه البركه هي اللي غادي نجبدو عاودوا داك التقيده بعدا نشوفوها ونشوفوا فين جا المحل تقيده هي السي الفقيه تقيده ما عندنا شيء ولكن راه تهمه وتهمه ثابته رانا شفت العلامات ديالنا وسي احمد ايه مشينا ليها هذا الخوا الخاوي الا ما عندكم تقيده ما عندنا فين نمشيو ايوا هي ما كاين حل التراب خصني التراب ديال ذاك الموضع نقلبو نعمل له الخبره بحال علمني عن الله السي الفقيه جبناه مشيت انا وسي احمد وجبناه من البلاصه دابا غنمشي نجيبو لك دابا جبنا التراب ها هو السي الفقيه هاد التراب منين جبتيه؟ هاديك نعمة صغيرة من راس الجبل وهذا؟ وهادي من جنب الواد هذا اللي جنب الواد اللي فيه الأمانة حملين من الذهب العشاري 3000 قيل ها؟ قال حملين دابا يتقلقوا يمشي اسكت أنا عندي الخبير
هو اللي خبرني. وهذا رفقي نقرا ماشي دابا معموله في جلد ديال الجمل وعليه حراسه شديده. حراسه حاضرين السكان وكيظهر لي بلي باقي جديد في الحرفه. هذه المره الثانيه ان شاء الله الا كتب سيدي ربي. الجنون يسمحوا ليك في الاطنان ديال الذهب الا نقرا. وعلاش النقرة كيولدوا عليها كيداووا بها الأمراض. غادي نمشيو للمحل اللي على جنب الواد. على بركة الله. وقتاش نعمس غادي نمشي؟ من دابا يومين إن شاء الله مع العشية ياك قريبة بعدا. قريبة نعم غير 30 كيلومتر ماشي بزاف. يا سيدي عطونا شي بركة باش نشريو اللوازم. وشحال؟ شي 5000 درهم لوازم الكافور والبخور والمساك والزعفران والشعر. اعطي اعطي ما تمشي غير على خاطرك نعمس. كل شيء غادي يكون واجد دابا. الله يبارك فيك. هاك اسيدي ها واحد 500 درهم فلوس وهذا شيك فيه 4500 درهم يمكن لك تخرجو وقت ما بغيتي. ايوا عرفتي بعدا سميتي؟ لا راه درت فيه اللي حامليه اي واحد يمكن يخرجو. مزيان 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 اسيدي. موعدنا من دابا يومين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله قدام باب لامار بالا وفاس وجوج الحفاره صحاح. موجودين موجودين. نعم سي العربي خليتك هاد الساعه. الله يتهناك. الله يعاونك. السلام عليك. الله حملين من الذهب العشاري. فين هو هذا دابا؟ فين هو هذا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اش هاد الوقفة في هاد الشموشات؟ كنشمو الهوا شغلك؟ يا تهلاو في هادوك الحفارة ناس معقولين. فهمتي؟ السلام عليكم. مالك مالك زربان؟ فين غادي؟ إوا نتوما كتحفروا والأخ اللي معقل لك يشم الهوا، ما عرفتش من هو شرقي ولا غربي. فهموني. ماشي شغلك. سي احمد الله يهديك. سي جاي راجل حريفي فايتني بربع سنين ولا خمس سنين. راه غير كنضحك معها صاحبي. واش ما بقى حد يضحك؟ سمح لينا الشريف باش تماك الله بعدا. سميتي جيراني والحريفية بحالي كيعيطوا لي المعلم قليلش. فهمتي؟ قليلش. وعلاش؟ فهموا. كنا سي احمد ملي كنمشيو لشي دافينة الناس كلهم كيطلبوا يا ربي نجبدوا شي صندوق ديال الذهب. هو كيقول لهم انا ما قاد على تقل. أنا بارك عليا غير قليل إيشا. قولوا لي دابا كاين شي ما يدار أنا موجود. ما كاين ما يدار أنا غادي نمشي في حالتي. فهمتي؟ كنتسنى واحد الفقي دار معانا هنا نتسناو هنا وهذه ساعتين وحنا جالسين. الفقي؟ على الفقي كيتسنى الناس راه اللي قبطو كيديه. الناس ولات كلها كتحفر. قول لي بعد هذا الفقي كامل ماشي قصيور ولابس شي جلابه بيضاء وعامل طربوش حمر وكيخمع علي من وهذاك تماما. طلب منكم شي فلوس؟ طلبهم. شحال عطيتو ثمن البخور؟ عطيناه 500 درهم فلوس وعطيناه شيك ديال 4500 درهم. عزكم الباب 500 درهم والشيك سيرو تقفوه قبل ما يجبدو. هذاك راه كيحفر الجيوب ماشي الارض. فهمتي؟
فهمت. هذاك بعدا ماشي فقي، هذاك كان حفار القبور، ولكن تعلم، تعلم كيفاش ينصب على المغفلين بحالك. بالحق انا موجود، انا اللي غادي نديكم لواحد الارض ما عمرها ما شافها شي حد. الجنون ديال هادي شي 100 عام باش ماتوا، بقي لا واحد جن واحد سمك ما كيسمع شي الحفير. عندكم بعدا شي طمامين؟ ايه ها هي مزيان. وهاد فينا شنو فيها؟ الهضره ماشي هنا في الزنقه، الهضره في الدار، فهمتيني؟ تبعوني زيدوا انتم يلا. سعد عزيز سي احمد، واش وليتي كتعطي الشيكات بلا توقيع؟ بلا توقيع ما وقعتوش. رحمتك يا سيدي ربي وشكرتك، راه فلوس الحلال هذوك سي عبد العزيز. راه جا واحد السيد البارح على الصباح يتخلص فيه ورفضتو له، ودابا يمكن لك تقفلو له. راه متقف راسو حيت بلا توقيع. شكرتك يا ربي شكرتك. راه داك العفو العفو العفو، بارك الله فيك سي عبد العزيز. العفو شكرا. الله أهلا سي جلالي، لاباس عليك؟ تفضل. بارك الله فيك. شكرا. مرحبا بسي احمد. مرحبا. الله يبارك فيك اخويا. انا بصراحة عييت. ولا سي احمد عاد بديتي عييتي؟ ولا سي احمد وقتاش بديتي هاد الحرفة؟ شهرين. وكان كيفاش وكان؟ وشحال خسرتي ديال الفلوس؟ راه جايه لجوج المليون. وكان يا مازال، ولكن غير بيشه وحده الى جاب الله فيها تيسير مواول ديال الدم عندك، وراه ما تمش من الفلوس لا انت والجماعه اللي معاك. اودي كون بغا سيدي ربي يكون غير لقينا شي صندوق ولا جوج فيهم شي 100 كيلو ديال الدم بعدا. شبينا وبين شي صنادق من هذا الشغل غير قليل شو لا جوج، الله يجعل البركة. فهمتي؟ نسيت أنا القليل. ما عليناش. وشنو عندك دابا سي قليليش؟ عندي واحد التقييدة كتقول بلا بخور بلا عزيمة غير فقي يقرا ما تيسر وراه ما نهبشو. راه ما نهبشو غادي يجيب الله التيسير. او هاد التقيده شفتيها؟ ديال اش؟ ديال لا 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 باش شاشي ما كتبش عليك. وراها لي مولاها قال لي عليها، قلت له نشوفها، قال لي لا مخوفه خافني لا نمشي نشوفها نمشي موراه نهبش. قلت له بلا شك خلي عندك التقيده تمشي ندبر على الفقي واسمو وانا معاك. ايوا سي جلال. ولا مشينا عاودو ما لقينا والو. لا 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 لا، هذا راجل ما عندو ما عدا بالكذوب بحالي. وقتاش غادي نمشيو؟ نمشيو غدا ان شاء الله، غندوس لعند واحد الفقي سي موسى. سي موسى؟ ايه والله مشينا يا سي احمد عند سي موسى لا جبدنا شي حاجة. علاه ما فيه الدوش؟ ما فيه الدوش، هذا كيسحر العيالات، افعاله كلها شيطانية. ما عمري شفتو دخل الجامع، هذا كيجبد الكنز، يجبد الكبال على عيني. انا عندي. عندك الفقي؟ عندي الفقي سي حمو. سي حمو بناب. تا هو راجل معقول. معقول. والرقم ديال البورتابل ديالو ها هو في جيبي. مزيان. عرفتي اش غاتعملوا؟ هاد الليله غادي تباتوا عندي، وغدا مع الصباح نمشيو لعندو. تبقنا؟
أجيبوا العشاء. الدوره ديالو لهاد اليوم وسام قذر وسام قذر وسام قذر وسام قذر وسام قذر مرحبا بوجوه الخير مرحبا اهلا 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 اسيدو تفضلوا زيدو بسم الله تفضلوا مرحبا بهذا زيد الفقيه زيد زيد بارك الله فيك شكرا جلسوا الله يا بسم الله ازيد الفقيه حمو زيد بسم الله يا بسم الله زيد الفقيه جلس زيد جلس تفضل جلس يا ربي ايوا السي الجلالي فين خبرتي عليا ايوا خليها امها فيها عندي شي اشغال قل لي ديك الامانه باقي عندك فهمتي اللي درنا لها التربيع وانا داير عليها العسه هنا هالفقيبو فقي حمو مرحبا زادتنا البركه اجي تجلس السابقه درج يا رب الله ارا أرى وليدي ديك تقيدة نشوفها تقيدة؟ أيه أول الناس تقيدة ما عنديش كيفاش؟ ياك المرة اللي فاتت كنت قلتي لي باقي عندك كانت عندنا أنا شفتها وقريتها في عهد الوالد الله يرحمه أنا راني حافظها مزيان واش كاين شي تقيدة غادي تبقى 30 عام؟ لا 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 راني إلا كاين شي فقيه نجهد أما التقيدة معناها باش في أوليدي تقيدة يا البلان أخطيني من التخربيق البلان هنا في دماغي والمحل في أرضي بغيتوا تتكلوا على الله نتعشاو ونباشروا العمل ما بغيتوا شيء على خاطر لا 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 حنا ما ضربنا 500 كل ميت سيدي غير باش نخدموا اللهم يسير يا كنفقيه يلا نخرجوا نشوفوها وبالله حتى تفطروا بعدا يا بسم الله لا كان تقول لي يا الوالد في لطيف يا لطيف اشكون لي حفرات الحفاري الفقه اللي ما في الدومش انا تنقول لهم هنا وما تقولي لي هنا وهنا وهنا حفرنا سبعة المرات واذا كنت قلتي لي في الاول ما فيها حفاري ما عمرها ما تحفرات ما عمرها تجبدات اما الحفير على طول العام انا ملي جيتي عندي الشهر اللي فات ورسمناها غير انت مشيتي وما وقفوا عليا في المنام شكون ماليها 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 واش انت تصطيتي ولا مالك مره كتقول لي على رديالي ومره كتقول لي وقفوا عليها ماليها وحنا نبقاو غير كنشرحوا
الجنون اللي عسين عليها مرأة وراجل. الراجل عنده عين في جبهته والمرأة قصدها بالعرس. واش قالوا لك؟ قالوا لي يا شوف جيب الفقيه الصحيح راكم هلكتونا بالحفير، ولا شي نهار راه لا انت لا الدراري عندهم الحق. لو كون بقيتي محتفظ بالسير كون هما جبدوا الامانه وعطوها لك. اش يعطيوك تعطاهم في الراس؟ البارح في الليل رجموني بالحجر حيت عرفوكم جايين. يلا في حالتنا وبالليل احنا الباب. جيب المجمر بدا. شنيت المسمار يا عيني الحمار، انا شنيت المسمار يا عيني الحمار، انا شنيت المسمار. محشمتيو معركتيو، أرضنا كلها حفرتيوها، ما خليتيوناش فين نحطو الراس. شير المكنف، شير المكنف، شير المكنف، هادي راهي حرتنا، بغينا ناخدو بها رزقنا ورزق ولادنا. واش ما عشيناش عليك في هاد الميزيرية باش عايشين؟ هذا رزقنا ورزق ولادنا، هادي سنين وانا عس عليك. ما تحرقنيش بالما ديالك، هاودني منك. سيروا في حالكم، عليكم الامان. اسمح لي رايحين نمشيو هذا. فقيه سي عبد القادر احمد جيراني احمد والفقيه واش سي عبد القادر نمشيو هذا فقيه. واش جيلاني؟ واش سي احمد؟ ها سي احمد سي احمد ها 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 ها. شكون حنا خويا؟ فين؟ فين حنا؟ فين حنا؟ وانا عارف فين حنا. الله يحضر سلام العربي. نعم اخويا. واش شفتي هذا خينا اللي خرج لنا البارح؟ شفتوه اخويا شفتوه. بسم الله الرحمن الرحيم. سكوت راه كيسمعنا دابا. راجل ظريف والله الا ظريف. عرفتي كون كان شي واحد اخر علم الله فين يكون لحنا. جمع جمع اخويا طرفك نوض نوض شوف لقيتي منين طق نوض. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي تحضر السلامه.
لا بس عرفت ملي كنت واقف فوق راه بانوا يرجع شي واحد خارج من هذاك النادى ديال تبن هنا والشعب قادروا في قيره مملوح لهم مرات الطوموبيل. يلا نجبدوا هذاك راجلي راجلي راجلي. يلا قال عليشة مسكين قال عليشة سجل علي جبت جبت معايا جبت 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 شنو هذا سير 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 ياك لاباس فين حنا فين حنا حنا عرفنا فين حنا ياك والاخرين فيناهم الاخرين راهم مرميين من ورا الطوموبيل ياك تنعس في فراش الجن ايه نوض 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 نمشيو ليهم نشوفوهم فيناهم راهم ورا الطوموبيل. الله 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 الفقيه مسكين الفقيه الفقيه باقي حي باقي حي ياك لاباس الفقيه جبد 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 داك جبد بلاتي هادي ديال الموانع ديال الموانع شويه ياك لاباس الفقيه الموانع ديال هاد الدفينه صعيب دابا يمشي يسمعنا كان كيخصني شي فقيه اخر اللي يعاوني بالحق بالله شي على باباه غادي نوجد لباباه اخويا هادشي شغلك انا هادشي بزاف عليا انا ما باغي كنوزة عباد الله ما باغي كنوزة انا وشتي هذا سوق عليا البرا الاخرى راه ضربوني للعنق بقيت غادي ندور وجهي وما بغيتش نتوب اسيدي شغلك اش دخلني انا لهادشي انا موظف عندي اجره ديالي هادي راه كتسمى السرقه هادي من جهه كنسرقوا الدوله ومن جهه كنسرقوا الجنون الدوله هاديك ديالنا حتى الا سرقناها ما كاين باس ايوا الجنون الجنون هما كاش كيلاحوا فينا من جهه لجهه امونتي امونتي لو كان كان معايا داك الفقيه بوك الطايا لو كان شفتو داك العفريت باباه كيركع ويجد باش نطلق له السلاح بالحق بلاتي عليه وحتى الاسبوع الماجي انا غادي نوري لبابا انا غادي نوري له كون هاني الفقيه بونعب عنده كلمه واحده دابا تشوف شنو غادي نصوروا من الاموال اللي غنطيحوا ما تقصيش بيا ما فهمتي شيء ما فهمتش وانت انا حدي الدار ما نمشي لحفاره ما نشوف حفاره هادشي اللي شتا النار ما عمرني شفتو بحياتي دابا هاد المره ما خلونا في بلاصتنا المره الجايه غادي يلوحونا ب 5000 كيلومتر غنلقاو راسنا في امريكا بلا فيزا ايوا اذا انت انت سير لدارك وحنا اش نعملو عرفتي اش غديرو طلعوا الطوموبيله نزيد يلا شويه عليك غير شويه عليك شوية عليك سمات أدامي سحبك سحبك داخل الاداره كلكم مغيص صار عربي اخويا راه خصني ندخل نخدم 10 ايام هادي ما حطيت رجلي في الاداره مراتي البارح دارت لي التليفون قالت لك الا ما مشيت للخدمه غادي تاخذوا معايا الاجراءات اللازمه ما تقلقش يا سي احمد دابا يجيب الله شي حفره مضخمه ونطلعوا شي صندوق مضخم ان شاء الله وتضرب يديك في الفلوس وتهنى من الاداره ومن الغبره وتولي انت مخدم معاك الناس امتى العام اللي ما عنده خوه هاجي هاجي ها هو عطيه ها دير هاد الحجاب معاك باش ما يهضر معاك لا موظف ولا مدير ولا حتى شي واحد صمون بكمون عميون فهمتي صمون بكمون السلام عليكم. عليكم السلام.
صباح الخير سي عباس، ياك لاباس؟ الحمد لله على نعمته. سي احمد تكلم للسيد المدير، راه باغيك دابا. انا محلوم انت سي احمد، تفضل معايا. هي الاولى نعمس. تفضل معايا. هي الاولى. سحمت شنو هادشي عامل فراسك؟ علاش باين عليا شي حاجه ماشي هي هذيك؟ كيفاش باينه شي حاجه؟ راه العام يشوفها سي احمد. دخلنا عليك بالله، واش عمرك شفتي شي موظف تيدخل الاداره بالبوط؟ لا سي عباس، انا مزوق فيك، سلفني صباطك ندخل بين على المدير ونخرج. اسمح لي سي احمد، ما يمكن ليش انا نبقى كنتسارى في الاداره بالبوط. ايوا ما يمكن لي. سي احمد، كثر التغيبات ديالك بدون مبرر هاد الايام، يمكن لك تقول لي شنو هي المشاكل؟ شي مشاكل عائليه وصافي. نعم سيدي. ايوا كنا عندنا مشاكل عائليه، لكن هذا العمل. ايه نعم سيدي، انما هز الفيستا ديالك راه كتجرجر مع الارض. نعم سيدي. فيستا البوط ياك ما مريضه سي احمد؟ لا نعم سيدي، لا تقريبا. نعم سيدي تقريبا. نعم سيدي كنبني واحد البيت في السطح، مشاكل عائليه. نعم سيدي كنبنيو نعم سيدي في الليل، حيت في الليل ما كيكون حد وصحاب الحال كيكونوا ناعسين، وطلع علينا النهار. نعم سيدي حنا كنبنيو وجيت للخدمه بلا ما نبدل حوايجي، مشاكل عائليه. نعم سيدي. سي عباس، شوف مع السي احمد، ديرو في شي مكتب حتى نشوفو قضيتو. خاصك تعالج، عارف اش عندك؟ لا نعم سي، عندي مشاكل عائلية. إذا وصلت إلى غابة بن عبوك هذا لا 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 شجرة تيني. شجرة طويلة هي هذيك. الشجرة المقسومة هنا. وشوف هنا ولا هنا؟ هنا هنا شجرة. شوف شمالا دابا. شمالا شمالا
شمالا شمالا شمالا ها شمالا وهذاك وهذا حسب دابا 10 الخطوات 10 ديال الخطوات 10 خطوات سير كبار ولا صغار شويه شويه ها واحد ها واحد ها جوج ها جوج ها ثلاثه ها ثلاثه ها اربعه ها اربعه ها خمسه ها خمسه ها 10 شحال غنزيد دابا غتزيد سيدي ثلاثه اقدام ثلاثه اقدام ها واحد ها جوج ها ثلاثه شحال ثاني غتزيد شي بريني شي بريني وبلاتي بريني خصنا نجلسوا ليها ها واحد ها جوج شحال نزيد ما تزيد والو ما نزيد والو هي هذه ها هي دق الوتد هنا دق الوتد انت تسطيتي ولا مالك ولا جبتو الجن في عينو ولا حنينا في ثلث الخالي غتجيبني انت والله هذيك راه ما كيخرجوش بالنهار الا خرجوا بالنهار كتحرقهم الشمس وما كاين لا بخور لا عزيمه وما راه بحال طير الليل كيخرجوا غير بالليل الله يهديك السعم دق الوتد غير ندق دق على حسابك معلوم على حسابي بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته اش ديروا هنا اش كنديروا كنتنزهوا ما عندناش الحق عندكم الحق ايوا هذا الوتد هذا اللي ضاربين في الارض لاش هذا حنا كنقلبوا على المعدن حنا الخدمه ديالنا مهندسين ديال المعدن كنقلبوا على المعادن ودابا حنا جينا و وشكينا في هذه الارض واش فيها شي معدن ودقينا هذا الوتد هنا باش نعقلوا على البلاصه عندكم شي رخصه الرخصه لا حنا ما عندناش الرخصه دابا حنا قلنا زعما حتى نلقاو المعدن ديك الساعه نطلبوا الرخصه ما كايناش نخسروا الفلوس من الاول اولا اها كتقلبوا على المعدن ولا على الكنوز كنوز قالك الكنوز واش هادو حوايج الكنوز نفقيه دابا واش حنا بقا كنقلبوا على الكنوز غير حنا هاد الارض هادي فيها شي شويه ديال الرصاص معدن قلنا غنجيو نشوفو حتى نتاكدو منو ونرجعو بغيت تشرك معنا مرحبا بك وهادي راه غير ارض الله ارض الله اسمع مزيان الا عاود جبرتكم هنا ما تلومو الا نفسكم وداكشي اللي كتقلبوا عليه راه ما كاينش شي منو وحتى الا كان المخزن اولى به ربعه ديال القمارة حنا قمارة 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 اسمعوا ولا ما يعجبكم حالكم راه هذا الشيخ القبيلة اللي كيدوي معاكم يلا حسبوا الخطوات أربعة السحرة شوف الخطوات حنا غنمشيو نجيبوا الرخصة وغنحفروا هذيك الساعة جو حبسونا يلا يلا انا نجيبوا الرخصة ونرجعوا حبسونا هذيك الساعة سلمنا على الله وعليك لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم السلام عليكم السلام شكرا لك يا طارق ديال الجوج بارك الله فيك عربي القضية حماد ما بقى عندنا رجوع لتما الله يهديك خلعوني غير هادوك انا دابا راه غادي نكونوا ضاربين العسى على هذاك الشيء اللي مشى تحت رجلو تما مشى راه حملايني من الذهب العشاري وحملايني من الذهب هي اربعة القناطر بحساب اليوم السحب انا الشيء هذيك الدافينه راه واخا نتدفل حداها ما نفلتهاش 6000 قنطار ديال الذهب العشاري ماشي 400 عرفتي اش غدير العربي عارفين يا اخوانا من هادشي شوف شي حد اخر يمشي معاك مالك عاوتاني ركبك المانيع وقت ما جا الخير والخمير كتبغي تهرب فين هو هذا الخير شفنا شي خير وهربنا منه حنا كلونا يرفقا كيجيو ياكلوا ويشربوا ويعمروا جيوبهم الفلوس ويزيدوا مع الطريق راه ما كاينه دافينه الدافينه هي جيوبنا اللي كيديهم الفقا اصبر صبر صبر اسي احمد راك باقي جديد في هذه الحرفه هذه صبر اي نعم بوها حرفه كاع ما تسبش الحرفه راه غتعطيك بالقفا واش من نهار كانت عطياني بالوجه من نهار عرفتها وهي عطياني بالقفا ابتسم ابتسم للدنيا تبتسم ليك وكشر كشر للدنيا وبين على نيابك لربما يعفو عليك الله من هذه الحرفه شوف اخويا شوف انا بالنسبه لي راه غنمشي في الكاره موالف في الكار ولا فاش ما كان بغيت تمشي يلا بغيتي شي ارتاح مع راسك اه سيروا اخويا الله يعاونكم انا الا جبتو شي حاجه تعطوني حقي الا كنتي معنا ولا ما كنتش معاكم هزك الماء اخويا علاش اخويا ياك مشاركين الطعام الا ما مشيتيش معنا وعطيناك شي طريق غتطلق بينا الدعايه راه ما عطاونيش قسمه ديالتي اما الا مشيتي غادي تاخذ حقك وتمسح فمك
كتقهرني والله الا كتقهرني. عطيت شيك منين اللي لي عليها انا غادي تخرج فين ما بغات تخرج. ايوا دابا هضرتي مزيان. دابا الدفينة اللي فيها الوتد ما غنمشيوش ليها، تنساو الناس ما يبقى عاقل عليها حتى واحد باش ما يفيقش بينا الدوار المرة الأخرى. دابا غندبر لك تقيدة ممتازة وغادي نمشيو ليها إن شاء الله. دابا غنمشي نجيبها دابا. نوض 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 ما عندنا ما ندير بعدا. نوض هاك أخويا هاك. ألو سي أحمد. شي حد كيطلبك. شكون هذا عاوتاني؟ يا شوف انت ها شوف انت شوف. الو سي العربي ها فين قهوة؟ اي هي هي عرفتها عرفتها. غتكون بوحدك ولا معك شي حد؟ واحد شويه انا وصل عليك. ها كيف هذاك اللي كيعيط له ديما؟ خلي حتى يخرج عليه واحد شويه انا جاي. تسمحوا لي واحد الدقيقة الله يخليكم. صباح الخير سي عبد. على السلامة. صباح الخير. الله يسلمك. تفضل. الله سي أحمد صافي دبرت لك عليها دافينة صحيحة. أنا عييت من التخربيق. الله يهديك. هذه راه ماشي تخربيق، هذه راه تقييدة صحيحة. قريتيها؟ قراوها المعلمين الشخوشة الحريفية الصحاح. العيب اللي فيك السي العربي هو انت عمرك ما كتقرا شي حاجه. واحد القهوه عافاك وسيدي عليك بارك الله فيك. انت عمرك ما كتقرا شي حاجه، ديما كيقراو عليك. اش قراو فيها؟ قراو فيها سيدي اذا وصلت الى جبال. بعدا هادوك كاع التقييدات اللي مكتوبه فيهم اذا وصلت اذا كذوب كذوب كذوب. ايوا شناهي اللي في نظرك صحيحه؟ اللي صحيحه خاصنا نقابلوا وليداتنا شويه. عيلتنا راه ما بقى لهم والو يطلقونا. واش حنا ولينا ساكنين في خلا والقفار؟ ثلاثة ديال الطوموبيلات دقدقناهم وحتى لين. سي حمد الله يهديك. شي هاد الدافينة اللي يستر فيها الله راه فيها صندوق ديال الدبلور وجوج ياقوتات. شكرا. أشوف السي حمد هذا راه صندوق اللي يستر فيه الله راه عامر بالدبلور وجوج ياقوتات. شي ياقوتة وحدة اللي بعتيها أي دولة في العالم تعطيك شهادة الإقامة. شهادة الكذوب. شهادة السكبي. أنا خويا عييت من شواهد طبية. العائلة تقريبا كلها قتلتها. كون جاو يديروا لي كونترفيزيت كنت شحال هادي يجريو عليا من الخدمة. أنا طير العقز الله يهديك. أنت ديما المسائل المهمة كيركبوك فيها الموانع. سي أحمد هاد المحل اللي غنمشيو ليه راه صحيح راه ما فيش الكذوب. راني هضرت مع الفقير اللي غيمشي معانا. شكون هاد الفقير؟ فقير ولد حادة ياك التربيع كيطيح عنده في البلاصة. ولد حادة ديما زاكلها. فين عمرو حفر وجبد؟ هذاك يلاه كيعرف يحفر في الجيوب. شنو؟ عرفتي اش غادي يجيك مليح؟ انا عندي عرفتي اش غادي يجيك مليح؟ غادي نمشيو حتى نرسيو البليصه ونرجعو ندبرو على فقيه صحيح ونمشيو ليها. يا التربيع انت اللي غديرو؟ ياك العلامات باينين نحفروا الروسنا ولا خرجوا الجنون انت اللي غتحبسهم؟ على هاد الجنون ولاو شواش ما عندهم شغل غير يقابلوا الكنوز يمشيو يدورو شويه. سي احمد ركبوك الموانع شي نهار غادي تعواج. كثر ما نعوج دابا نوض يلا يلا سي عواج. السلام عليكم. شحال السيدة هاد المطيشة؟ السلام عليكم. شحال هاد المفقوص؟ يلا خويا شي مشكلة. شي بزاف. أهلا. نهار كبير هذا. كتقدي بوحديتك؟ اش خبارك بعدا شتك حتى انت غير بوحدك؟ فين راجلك؟ راجلي كان مشغول شي شويه وصبح عيان. حتى انا راجلي اليوم عنده شي شغل وكلفني بالمقضيه. وكان عارفك ما كتخرجيش بوحديتك بلا راجلك. خليها الله اختي وخلاص ما حاسب المزود غير اللي مضروب به. ياك ما مخاصمين؟ كنا مخاصمين كل لاباس. ياك ما طلقته؟
طلقنا كنت هنيت مابقاش حتك يا عمر لا دار ولا اداره تبلى بواحد البليه الهليب اللي بها شي مسلم على وجه الارض ياك مال القمريه المزغوبه فيني بالقمر هذه البليه ديال الجنون الجنون بسم الله الرحمن الرحيم عاودي لي عاودي لي راني ما فهمتكش شنو بغيتي تقصدي هادشي طوال وخصو سيمانه ديال الشرح ولا انت فهمتي شي حاجه الله الله على سيدي احمد مسكين ايوا اش غنقول لك اختي مليكه الله يرد به وزعما ماشي ديالته شنو هي اللي ماشي ديالته هادشي اللي كتعاودي لي عليه ديال الشرح شحال هاد الميرنا 40 درهم مشري عبر لي واحد 2 كيلو مازال ما قلت لك اختي حليمه كنقول لك كنت هيتي فيا قلتي لي باز اللي باقي عايشه مع هاد الراجل قولي لي بعدا شكون سببك هاد المصيبه الهضره ماشي هنا اجي عندي حتى انا نقلب على اللي نفش عليها قلبي ايوا غير فشي عليا قلبك اختي مليكه ولكن انا راه نلقى لك الحل في البلاصه الله الا ما تجي عندي غدا مع العشرة وعندك انت نتسناك والله حتى نجي وعلاش لا ايوا تبقاي على خير هاد الساعه الله يعطيك العربي عطبك الله سي احمد اهلا وسهلا الله عليك سي عبد النبي اهلا سي عبد الحي ايوا خليتك على خير يا سي عبد الحي مع السلامه بسم الله هاد الدفينه فين كاينه هنا فين كاين الصندوق السلام عليكم وعليكم السلام طالبين ضيف الله نعمس مرحبا سيدي بضيف الله شكون نتوما نعمس؟ حنا جينا ايه؟ عندنا واحد الامانه ديالك واني ما غاديش نهضروا في باب الدار سمحوا لي ندير لكم الطريق بلاتي يا سيدي الله يجازيك ندير الطريق ارحمك وفينك ارحمك ارحمها لك لاباس تعالك على الغوات واقيلا بنتنا بنت بنتي بانت فين هي نمشي نشوفك بيتي حرقتني تي مالكي كطريكي البخش مالكي تي بلاتي عليك هادو الناس اللي كانت عندهم جاو لعندنا واش عرفتيها قالوها لك قالوا لي جينا لشي امر كيهمني
وهي بنتي بانت سينا وهي غابره نمشي نعلم الجيران وخوتي. سيري سيري يا العفريته سيري. ها حيدي مرحبا بدي وفي الله زيدوا اسي. بسم الله بسم الله تفضلوا اسي. بسم الله زيد اسي. بارك الله فيك يا بسم الله. قولوا لي يا سيدي شنو هو هذا الامر اللي كيهمني؟ جيناك على هذيك الامانه ديالك. رديتوها امانه اسيد الحاج؟ الامور راه خصها تبقى في سريه، ما خصناش نخرجوا لها نيشان. ودابا فين هي هاد الامانه؟ فين هي؟ خارجه الدار. حياني 7 سنين وهي خارجه الدار. وانت عمرك ما عملت شي محاوله؟ عييت بالمحاولات وما كاينش اللي قال لي اخبارها. ربعت الارض طول وعرض والو، حتى العلامه ما عندي شي باش نعرف فين هي. احنا جيناك دابا بالعلامه والتقيده، وغادي يجي معنا الفقيه هو اللي غادي يجبدها باش تشوفها بعينيك وتشدها بيديك. هي دابا عند الفقيه ومالكم ما جبتوهاش اسيادي معاكم؟ مالكم؟ لا زيد الحاج لا، الفقيه هو اللي غادي يطلع عليك باش تشوفها. يطلعها؟ ثم قولوا لي راكم شوقتوني. غادي يطلع عليك من تحت الارض. انا مزاوق فيكم، قولوا لي الصراحه، واش هي عايشة ولا ميتة؟ مسكين ما فهمش الأمانة. هذه راه عندك في باب الدار دابا. بنتي في باب الدار؟ أيوة جلس. هذا الدخ علينا، اش جابنا حنا لشي بنت؟ حنا كنهضروا على الأمانة. كيفاش؟ نتوما قولوا لي علاش كتكلموا؟ كنهضروا على واحد دافينة عندك في باب الدار. إيوا البنت؟ اين بنت؟ اش جابنا احنا للبنت؟ ايوا امها اللي مشات كتجري عند الجيران تقول لهم البنت راها جات. اش غنقول ليها دويو؟ فرحها زيد الحاج، قول لها راه عندنا دافينا في باب الدار. نفرحها بلاتي. امها اللي تحرك فيكم مخوطار دويو. اليوم غادي ندفنكم في هاد الدار يا الربعه ديال الشلاحبي. اخويا الحاج راه حنا غير ناس دراوشه. والله ما قلت وانا عفريت وما دراوش وانا عفريت. انا بالحق خوت الخراج. ادخلي راه غير بعد الشفره ما كاين لا بنت ولا غيرها. ادخلي ادخلي اسيدي جمعوا لينا هاد الشكل اللي شتو علينا هاد المجمع. يلا اللي عندو شي دار يمشي ليها. واش هاد الحصله فين وحلتينا؟ اخويا ما بغيتها ليكش. شوف اخويا العربي، الخير اللي غدير فيا انا مزوق فيك. نعم اخويا. فرقني، خطينا عليك. اعطيني التيسع انا مزوق فيك. واخا اخويا دابا نعطيك التيسع ملي نبرا ونسهل الله الله في شي صناديق اخر عاوتاني. ما تقلقش اخويا. الله امي اخوتي الله راسي هاي الله خير اخويا. اخويا العربي انا هاد الحرفه بدات كتجبد عليا المشاكل. شوف اسيدي حنا راه دخلنا المعمعه واللي ليها ليها، اما ربحه ولا ذبحه. انا راه ما عندي فراغ مع هاد الحرفه حتى يجيب الله التيسير ولا نغرق في شي حفره. كاين المشاكل انا راه ولات عندي في الدار. انا راه بقى ليا نهز التلفزيون لاش نديهم نبيعهم. الله يهديك هادشي راه عادي. وكان عادي عادي. دابا رانا انا والمراه واقفين على الطلاق. الله يهديك. انا ومراتي راه طلقنا اكثر من 20 مره
حتى ولا عندها شي ديال الطلاق والزواج بحال كنلعب الضامه. الله يهديك، دابا مراتك تولف هادشي وتستانس. دابا المشاكل مع باها بات المخاصمه ابات المراه. تبارك الله على الكنايزي، هذاك الشيء اللي طفروه وحدين اخرين غادي تطفروا انت. اصبح الخير سيد الحاج، انت هو الحاج. سيد الحاج اش واقع؟ اللي واقع راك عارفه، وهذوك الكنوز اللي كتجري موراهم ومخلي خدمتك وولادك راك عمرك ما غادي تفرح بهم. سيد الحاج مولفيت شي كنتشاركوا هاد الهضره. هاد الهضره هي اللي غادي تسمع مني دابا من دابا الفوق. وهذاك الشيء ديال الحفير على الكنوز راه ممنوع يتذكر حتى على الفم، واللي ذكروا ولا حصل فيه راه ديريكت للحبس. وانت الا بغيتي الحبس سير له بوحدك، وبنتي خليها عليك الله يجازيك. اسيد الحاج راه ما كاينش من هاد الشيء. هاد الشيء كاين، وهذوك المقابر والاضرحه اللي هبشتوا راهم معروفين، وانا الا بقيتي هكذا رانا غادي نعلم بك المخزن. فرق عليك بنتي، جمعي راسك يلاه فحالك. اسيد الحاج بلاتي غير نتفاهموا. انت ماشي د المفاهمه، انت احمد سير وليدي داوي راسك عند شي فقيه ولا عند شي طبيب نفساني. راك تسكنتي بهاد الشيء د الحفير على المقابر وضرباتك الروحانيه ديالهم. وشغلوا فيك اسيدي انت حر. معلوم شغلوا فيا، بنت ولات عايشه في الدار بحال الزفريه. الله يهديك، هاد الشيء راه عادي. لو كون ما صلت عليا واحد المصيبه يا خويا ما عرفتش منين خرجت. بقيت كنتسناك هاد الصباح ساعه ما جيتيش. كانوا عندي شي شغيلات اختي ملكه هاد الصباح قضيتهم، وعاد جيت اختاريت هاد السويعه معك فجلستي. مريم صوب شي براد اتاي وشويه القاط. بلاش عليك ليلى يمحنك. ولا خلاص حشومه كلش خير موجود. قولي لاختي ملكه، عمر راجلك ما قالك معاه من كيمشي؟ ما عمرو حكالي، وكون عرفت معاه من كيمشي كنت مشيت ليه وطرطرت ليه وريتو عيالات الرجال اش قادين يديروا. متلفين ويا اختي حليمه بغيت لهم تلفه. ايوا حتى انا التلفه اللي متلفين ليا راجلي ولا غير مهجج من الدار، وسنين هادي ماشي عاد اليوم. بغيت سيدي ربي يعطيهم تلفه ان شاء الله. علاه؟ مال راجلك حتى هو هاج؟ هادشي اللي كتعاودي لي راه وقع لي حتى لراجلي حتى انا، وماشي بعيد يكون راجلك هو اللي سببه في هاد البليه. انا راجلي عمرو ما عرفاتش، كان من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه، اليوم ولا لا خدمه لا دار، قابل غير مقابر والحفر حتى تسكن. بسم الله الرحمن الرحيم، يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله اللي ما عرفش بلي هذيك مراتي، بالحق تا انا غنضرب الطم. شتي السي احمد، 100% هذه مرات علي، هو اللي حاكمه فيه مراته وما كيخرج الا باذنها، وبعدها ما كيخرج من داره حتى كيقول لها فين غادي ومع من غادي واش من حفره غيحفروا، وحتى الدوزان باش كنحفروا كيقولها ليها اشنو شكلو، واش عتله ولا شاقور ولا فاس ولا بالا. هذا منحوس، هذا هو اللي داير لنا العكس كامل. عمر شي حفره بغى يستر فيها الله، انا راه سستو تفرقت معاه ما بقى عندي به حتى علاقه. ها السي العربي جاي. واش هذاك؟ ايه ويلي واش نصراني ولا؟ لا هو عم سلم قال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا السي عبد العربي ما بنتي ليا من البعيد الا بحال شي نصراني بهذا الصو هذا الشمريخ. قول لي نعم السي عربي تقريبا موجوده. انا نعم السي هاي المحل ولا مازال؟ شفناه وعلمناه، دقينا فيه وتد. ويلي دقيتو فيه وتد؟ ايه ها تما فلستوها. كيفاش فلستوها؟ الموانع ديالها كانوا مأمنين عليها، منين دقيتو الوتد فيقتو كلشي. لا واه السي الفقيه كيفاش فيقنا كلشي؟ واش حنا كاع مع النظر اللي مسيناها كنحرموها؟ ملي دقيتو الوتد تبعوكم ياك تسيفو لكم صيف بنادم؟ اييه وجراو عليكم؟ اييه وخلاو عليكم العسى. دابا راه كل واحد فيكم حاضين وجوج وماشي بعيد، راهم كيتصمتوا علينا في هاد اللحظة. سمعت سمعت سمعت. وفين شفتي انت هادشي الفقيه؟ منين درت التسبيح فوق فوق التقييدة قالها ليا. ياك قلت لك راه عنده الخبير. لا لا فقيه واعر هذا والله ما تقولوا كان معانا. ايوا عليها السي احمد هذه ست شهور وحنا كنقروا وقتاش نمشيو، وانا بغا السي الفقيه يتقرر هذاك النهار. ما عمرو يتقرر، وحتى لا بغيتو تمشيو
غادي توقع لكم شي حوادث في الطريق. الله يحضر السلامة. وممكن ما توصلوش. واش زعما نديرو بالناقص من هادشي نشوفو شي جهة أخرى؟ ما يمكنش. علاش؟ 4 ديال القناطر ديال الذهب. الله 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 الله. 5 المليار. واو 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 واو. أما إلا كانت فلوس زمان. هذيك هضرة أخرى. الله 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 الله. غادي نبيعوها بالبياسة. أييه. والشاري؟ عندي موجود. الحمد لله. الحمد لله. كل يوم. أبسط. كل يوم. الله يشفي عليك أخويا دابا. عربي. عربي. سولوا واش عمر جبتي حاجة؟ بحالاش؟ شي قليليشة مثلا. قليليشة. الله يجيبك على خير. الصندوق ديال 200 كيلو. اها. ولكن خوك ما عنده زهر. ياك. كانوا معايا شي مناحيس. عامرين بالموانع. ملي جبت الصندوق. اييه. تحتو باش نعمل فيه شوية ديال الملحة والقطران باش ما يخسرش داك الشيء. اييه. وواحد الزغبي منهم كيحكي على كمشة ديال لويز. اييه. وكيعيط لله تغنينا. ايوا. تما وقع ما وقع. اش وقع؟ طار الصندوق. وطار هو. هرعر طار كاع طار. وتلاح في النمسا. عامين مسكين هو مغرب. الله الله. حتى جابوه مع داك اللي حارقين. واجرين سريين. ايوا. وجاب عقله صحيح. لا. يا الله كيقول الذهب الفقيه الصندوق. الذهب الفقيه الصندوق. شوف اللي نوصيكم عليه. السكات. والهضرة أمي نوع. لا ملي كنمشيو أنا وسي العربي لشي محل بحال هذا. ما كاين غير السكات ما كنبقاوش نهضرو. حتى ملي كنرجعوا كاع. ثلاث شهور ست شهور ما كنهضروش واحد المرة عام ما كنهضروش. شوف الله يرضى عليكم هكذا نبغيكم دابا غادي نعمل لكم شي حاجة شي حويجة في بركة لهاد الرويضة باش ما يتفشوش. وكذلك غادي نعمل شوية للموطور حتى هو باش ما يسكتش. إيوا حنا بطبيعة الحال حتى نتوما غادي نحصنكم وبالخصوص أنت اللي دقيتي الوتد. أنا علاش درت إيه أنا اللي دقيته. واش عرفتي اش درتي بعدا؟ ودقيتي الوتد في المحل اللي كينعس فيه المانع الكبير. بيت النعاس ديالو. إيوا سيدي عندك واحد الزره كبير كاع لانك دقيتيه في العشيه. اما كون دقيتيه الصباح وجبرتيه مازال ناعس ومازال ما خرجتيه للخدمه وراه تما غادي تكون عورتي له عينو ولا عورتي له عينو غادي يجيو ولادو يعوروك وغتولي لنا ما هي وما لونوها. ودابا شنو المعمول؟ دابا سيدي شوف المهم باش ما نطولوش في الهضره غادي نمشيو نشوفوا واحد الحفار كيخدم في واحد الدراز وعفريت يعني كيكربلها وداك الارض وداك الشيء دغيا المهم داك الشيء عنده حفر بحد سرعه وفائقه. يلا سيدي تفضل. بسم الله بسم الله بسم الله يا بسم الله الله يا سيدي ربي الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. قول لي يا المعلم دريد ما بالكش واحد السعلال ياك ما شي حفره جديده مع دخياتنا. واش انا كنسقسيك على السعلال وانت كتدوخني في دماغي؟ الله ينيك راه ما يكون غير بالدراز ديال السي عبد الله هاد الايام راه ما عنده خدمه بيطالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هذا السي موسى. فين هاد الغيبه يا هذا الراجل؟ ايوا غاب شي شغيلات واه الله يخليها امها فيها. قول لي واحد السي علال ما ظهركش هاد الايام؟ اسيدي راه كي قيمتي لداخل. طيب من الوالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السي علال عندي لك واحد الغرض مهم. ياك ماشي. دي ان شاء الله. الشمعة ما كاين خدمة. غادي تخلط عليا الباب بوجود. لا تعطلتي العشرة. وتما غادي نتذكروا مزيان. عطلنا على الناس بزاف. أنا نخليط فوق الباب بوجود. غادي نمشيو نلقاو. الله يحفظك. أتعطلوها دي
هاهم هاهم جايين. وماشي السي موسى هذاك اللي معاه؟ وهذا الشيء اللي كنشوف. دوخنا ودي استحمل هذا الشيء ديال الفخام. كل مرة فقيه في شكل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بخير. لاباس عليك؟ بخير. السلام عليكم السي. السلام عليكم. السلام عليكم السي. فين السي موسى؟ ما غاديش يجي اليوم. وعلاش؟ حبسوه الموانع. وراه كلف الفقيه حتى هو عنده ما يقول. ربي يجزاك الخير. وانتم توكلوا على الله. بسم الله سي. وا سيادنا ما نسيتو والو؟ ما نسينا والو وما عرفت. شوفوا كان ما نسينا حتى حاجه. داكشي اللي وصلنا عليه السي موسى راه حنا جبناه معانا. والحفار اللي قلتوا لي غيعاون على فين هو؟ حنا ما يحفر معانا حتى واحد. حفر سيدي كل معمرين بالموانع. غنحفروا بيدينا. كيبان لي فيكم ما قادين على حكايه. ما تدربنا مزيان. شتي دابا سي العلال غادي يشد الفاس. وانا والعربي غنتناوبوا على البالا. اللي عيا فينا يريحوا الاخر. هادشي اللي كاين. حنا غنتناوبوا ونحفروا. ها العار غيتكون شي حاجه. اسيدي كاينه وغادي نجبدوها وغنوصلوا ليها راه ديالكم. جلاتي هالبلاصه هاي هاي شتيها هي هادي البلاصه. وفين هو لوتن؟ لوتن الدور. وين البلاصه هي هادي؟ راه ديك التقيده هاي. هذه هي البلاصه راكم مثبتينها. انا عاقل عليها. سير تمشيو تجيبوا الدوزن. علاه غادي نخدموا بالنهار فقين؟ ايوا علاش لا؟ هذا هو الوقت المناسب. الدنيا خاويه. شي داك البرامي اللي يدخل الغابه هذوك صحابي كنز ومعاه وحده دوك الجوج اللي دبوا لوتن ديك النهار. دابا حنا غنديروا الثقه باش الجنون ما يديروا والو. سيروا تجيبوا الدوزن. بلاتي نشوفوا واش غيديروا. وانت حماق ولا وصلنا تما ما غادي يجمدونا. انا بحسب غادي يجمدوا الدوار كامل. لا الحميه كتغلب السبع ولا مشى حتى هو الدوار كامل وقفلهم على راسهم ما عندهم ما يديروا. السلقيه غادي يتلف. توكلوا يا خدام هذه الاسماء بطرد حراس هذا المكان سواء كان جنون او بني ادمين واعطونا رزقنا اننا في حاجه اليه. كثيرا كثيرا كثيرا. صافي جينا في وقت مناسب. من دابا نص ساعه غادي نبداو الحفير. شناهو هاد الوقت المناسب الفقيه؟ واحد الجنيه ولدات وراهم مسبعين لها ملهيين معاها في السبوع. الله يكمل بخير. عندهم السبوع اليوم وغدا ان شاء الله. مبارك مسعود. حبس السي العربي. نعم. طلعت مال البخور. شحال الفقيه؟ 1000 درهم. ألف درهم؟ هي ألف درهم. سي أحمد عطيني الفقيه ألف درهم. ألف درهم؟ الله يجمع يا صاحبي فلوس ليسانس. وما يركبوكش الموانع عاوتاني في الدافينة. قال لك ألف درهم عطيه ألف درهم الله يسر عليك. رجعنا تاني للموانع. هاك الفقيه. خلاص. غير على خاطرك. ها واحد. ها جوج. ها ثلاثة. أربعة. ها خمسة من السبعة نجبدو شي حاجة. إيوا دابا هي هاك حتى حصين. بسم الله باش يمنعو الجن منكم. أرا داك الفاس باش ما يتهرش. يلا يلا نعلمو الدور. نعاونوها العرب. نعاونو. هذا دار ليا ما قد على والو. هلا من وين
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام بغينا الشيخ. هذوك الناس السي الشيخ ديال ديك النهار عاوتاني جا ولاد الكل وسد. اربعه بهم. ايوا شنو المعمول دابا؟ سير على الجدرميه باش يجيو. وحنا نهودوا لعندهم باش يسلموا نفسهم. ايوا ولا ما بغاوش يجيو لعباس. الا ما بغاوش يجيو الهراوه. الهراوه؟ الهراوه العصا ما كتخلي من عصا. يلاه سربي على الاول. هو الاول. هو الاول. المعطي اخرت علينا الجماعه راه حنا لتحت. والنصي لا ديالي بقى ولا وجهي تنقى. اللي بغى العسل تيصبر القرص النحل. اسيدي ما باغي عسل وما كانت على قريص النحل. مير امالك ما بغى تدخل لك هاد الحرفه في الراس. راه الا جاب الله شي جبده غتنسى كل شيء. ها الفيره راسي يا عمي. وقف وقف وقف. لا اسكت لا اسكت.